مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. هادشي ولا كيخلع. كنتفاجئوا اننا كنلقاو سياره في قلب الحي المحمدي مليئه بالحشيش. دابا كتلتحق الشرطه العلميه والشرطه المختصه بهذا الامر هذا اللي كتتبع المخدرات والمسائل. كتلاحظوا معايا هنا كاين جميع انواع الشرطه كتعاين هذا الامر هذا. هذا الكيس اللي لقاوه دونك لحد الساعه باقي ما عرفناش بالضبط شنو هما المسائل اللي تلقات اثر هذا الكيس هذا. المعلومات اللي توصلنا بها حاليا ان الاخباريه توصلت بها الدائره الامنيه ان سياره كانت فيها الحشيش، وكيف لقينا ان كاينين واحد الخنشات اللي باقي لحد الساعه مجهول شنو اللي فيها. مي محتمل ديال واحد 90% انه مخدر الشيره. لاحظوا معنا هنايا الشرطة العلمية كتعاين هاد الحادثة هادي. حقيقة باش نلقى هاد المنطقة ديال الحي المحمدي ان هاد العملية هادي سيارة كتشوفوا دوكير بيضاء اللي كتشوفوا جميع التلاوين ديال الشرطة. كاين الشرطة العلمية والشرطة المختصة في محاربة المخدرات مكافعة المخدرات والشرطة العلمية كيتواجدوا هنايا بشكل كبير من أجل التحقق من هذه المسألة هذه. في انتظار المعطيات الصحيحة والمعطيات الدقيقة لهذا الأمر هذا. كتلاحظوا معنا جميع التجهيزات، اعوان السلطه، الشرطه العلميه، شرطه مكافحه المخدرات، شرطه دائره الموحدين، كلهم كيتواجدوا في عين المكان من اجل التحقق من هاد المساله هذه اللي لقيناها. كيف شفتوا قبيله في اللايف كاينين ساشيات ديال هذيك الخنشه ديال ما عرفناش محتمل كبير ديال انها من الحشيش، ولكن لحد الساعه باقي ما عرفناش بالضبط، باقي ما تفتحاتش باش نعرفوا واش عامره بالحشيش او لا بامور اخرى. ولكن اخباريه اللي جات للامن الوطني انها كتحمل الحشيش مخدر الشيشه.
حقيقة ما عرفناش هذا الأمر هذا، شنو المصدر ديالو، شكون ماليها. حاليا بقي الله التحقيقات جارية والبحث جاري في هذه المسألة هذه من أجل التأكد من هذه الإشكالية اللي عرفتها دابا حاليا. هذه المنطقة منطقة الموحدين الحي المحمدي. لاحظتوا معنا قويله على المباشر، يعني الحجم ديال هذيك الخنشه ولا هذيك الساشيه ولا هذه ديال الحشيش راه كبيره، يعني على الاقل كتوزن واحد 30 كيلو ولا 40 كيلو ديال مخدر الشيره اللي لحد الساعه باقي ما تاكدناش منه، او لا التحقيقات لا زالت جاريه باش نقدروا نقولوا انه تبتات هذه المساله هذه. تلاحظوا معنا جميع الأجهزة لا زالوا في التحقيق، والشرطة العلمية دابا كتقوم بالمهام ديالها بالأخذ البصمات العينات. تلاحظوا معنا ان الشرطه العلميه كتقوم الان بالمسح ديال المكان والبحث عن الادله والبصمات لاجل التاكد من هذه الامور هذه. جميع التلاوين الأمنية حاضرة في هذه المنطقة هذه. سير نمشيو دابا نشوفوا هذيك المحجوزات اللي لقاو في السياره، وباقي لحد الساعه باقي ما تمش الفتح ديالها. كيف كتلاحظوا معنا الان هادو هما المحجوزات اللي لقاو في السياره، ولكن باقا مغلقه، باقي ما عرفناش بالضبط على ماذا تحتوي، ولكن واحد النسبة ديال 90% انها مخدر الشيرة. إذا المتتبعين قناة مرة 24 لا زلنا وإياكم بمدينة الدار البيضاء. لا غير. لا زالت جميع تلاوين الأمن الوطني تقوم بمهامها من تحقيق، من بحث، من رفع للبصمات. حاليا باقي البحث الميداني
جاري من الشرطة العلمية اللي كتقوم برفع البصمات و أن دابا حاليا الأمن الوطني تيتبع جميع المسارات، الكاميرات اللي متبتة على البنايات من أجل التأكد من مسار هاد السيارة اللي باقي لحد الساعة صاحبها مجهول. لحدود الساعة باقي ما بانوش مريها، هذه إخبارية اللي جات للعون السلطة، ونعون السلطة بلغ الأمن الوطني اللي جاو تاخذوا الإجراءات من أجل فتح هذه السيارة هذه اللي لقاو فيها هذيك العلبة ديال أو هذيك الخنشة ديال الحشيش. لحد الساعة هي باقا مقفلة، يعني البحث ما لازال جاريا، ممكن ما تكونش حشيش، ممكن تكون حشيش، الله أعلم، ولكن الإخبارية اللي وصلتنا هي هذه. ولحدود الساعة باقين جميع أجهزة الأمنية كتقوم بالإجراءات ديالها من أجل هاد السيارة هذه هي اللي ما حطت الشبهة. الآن الشرطة العلمية كتقوم بالإجراءات ديالها والبحث ديالها، كذلك الشرطة المتخصصة في محاربة مكافحة المخدرات من أجل تتبع وتثبت هذه القضية. الحين راه يبقى في الكبير.
فين انتوما فين كاينين فين اقول له شي حدا القهوي قول له شي حدا القهوي انا غادي نمشي كتلاحظوا معنا مازالت العمليه ديال الشرطه العلميه من اجل تتبع الاثار فين البلاصه انت الوقت وشنو كاين هنا سير فوق هذا الفاش اوفر الطوموبيله واقفه هنايا في العشيه جاوا الناس جمعوا عليها شي جلود كالحشيش كله سيدو حتى جا التدخل المهم في العشيه الخروج المدرسه ديال الدراري الصغار تيبان الناس مجموعين ما فهمنا استغربنا الشيء اللي واقع يعني الطوموبيله غريبه واقفه هنايا ديال من الله اعلم وفي العشيش شي تقول في العشيش كل شي تقول فيه عاش الوقت تقريبا والمكان هنا فين؟ المكان إقامة موحدين الحزام كبير الحي محمد الوقت معاش القهوة؟ تقريبا نقول من الساعة 5:30 الساعة هذا هو الوقت اللي كان فيه هادشي واقع أول مرة كيوقع في أول مرة في البلاصة منطقة آمنة وفي الساكنة محترمة وتفاجئنا بهذا الأمر السيارة واقفة هنا في البار فين غير محروس شكرا سير اخويا تاع المباشر خويا السكينه ديال منطقه الحي المحمدي كيفاش يعني شفتوا هذا الامر هذا واش مفاجاه اوفر السياره واقفه هنايا اجي اخويا حيد من الطريق الله يحفظك سير ولدي الله يرضيك سير حيد الله يرضيك سير مفاجاه اوفر السياره واقفه هنايا دوكير قال لك ملو الحشيش وكل شيء يقول ناط الصداع هنايا وشي هجم على الطوموبيله وجات تسجلت الشرطه العلميه وهما اللي غادي يشوفوا كيفاش تلقيتوا الخبر انتم الساكنه ديال هذه المنطقه هذيك؟ تفجع بهذا الخبر هذا بعدما تفجع بهذا الخبر بعدما موالف هذا المكان هذا وقع فيه المشاكل بحال هكذا صافي بعد ما تذهل وجا الرعب ما فهمتش اش واقع هنايا وشكون اللي اكتشف هذه السياره هذه؟ من خلال الناس ذاك الناس غادي جايو المشاكل واقع انا بعد ما تفاجئ عرف ان كاين شي مشكل هنا وشنو هو المشكل اللي كاين؟ المشكل كل شيء يقول المهم الشرطه هي غتقول الاشكال حنا شنو اللي سمعتوا انتم يا؟ الحشيش كاين هنايا خراق ديال الحشيش واش شي وحدين اللي فرقعوها ولا الامن اللي قام بالمهمه ديالها؟ لا جا قبل لقينا مقصره والباب ديالها مليوح في الارض ما عرفتش شكون اللي فرقعها شكرا شكرا خير طويل Thank you.
السبع كدور. بابست خيبرة خيبرة Stava, stava, stava. Samir, Samir, hey, hey. هذا هو صعب السبع تعال قاري طلع الحيطة تعال الحيطة صاحبي تمام الشاش اخر معلومات اللي وصلتنا ان هاد السياره كانت مبلاصيه هنايا وكانت مملوءه بهاد الحشيش وجاو مجهولين اللي فرقعوا السياره وسرقوا بعض من الاكياس ديال الحشيش راه دابا اللي المحجوزات اللي باقا غير اللي بقات من اللي تحجز في السياره اما الناس اللي سرقوا جاو فرقعوها وسرقوا هما اللي اثاروا الضجه واثاروا الانتباه ديالها يعني السيارة كانت مبلاصية وعامرة بالحشيش وجاو مجهولين هما اللي تاروا الضجة فرقعوا ليها الباب وداك الشيء وداو هذوك الأكياس ديال الحشيش مما أثار حافظة السلطة اللي بلغات الأمن الوطني اللي حرك جميع الأجهزة ديالو الشرطة التقنية والشرطة العلمية وكذلك شرطة مكافحة المخدرات وكذلك الدائرة الأمنية الموحدين اللي كتتابع لها هذه المنطقة هذه.
حقيقه هادشي مابقاش كيتفهم. كيفاش وصلات، كيفاش وصلات السياره بعدا هنايا عامره حشيش؟ اذا هاد الحشيش منين جاي؟ كيفاش داز؟ منين داز؟ كنلاحظوا هنايا ان البلايك ديال السيارات مبدلين، هما كنكتشفوا ان لقاو بعض اللوحات الترقيميه للسياره يعني واحده اخرى، يعني السياره مشبوهه والشبهات، والشبهات كتزيد تاكد ان هذه عمليه اجراميه اللي كتنظمها عصابه. من بعد هاد اللوحات كيتوضح ان راه اللوحات اسفل الزميل هادو عصابه ديال الاجرام. يعني حتى الترقيم يقدر يكون مغلوط الان اللي كاين في السياره. كيف كتلاحظوا معنا دابا كيقوموا بمعاينه الارقام ديال لوحات السياره اللي تواجدت بداخل السيارة وليس معلقة السيارة. سمير حدود ساعة عملية البحث والتحقيق لا زالت جارية. لأن الأخ الزميل كريم هادو من بعد ما عندهم لوحة ترقيمية أخرى جبدتش من السيارة جبدوها دابا الشرطة، هادو غيكونوا عصابة إجرامية. أكيد أكيد غتكون عصابة، لأن الإشكال اللي وقع أن السيارة مركونة هنايا وجات اللي تارت الحفيظة ديالهم أن بعض المجهولين اللي جاو فرقعوها وداو واحد الخناشي بحال بحال المعلبات ديال اللي كنعرفوا ديال الحشيش. ماشي بعيد هاد السياره تقدر تكون هي مسروقه. الله اعلم كلشي بعيد، لان كيمكن لاحظوا انهم متواجدوا دابا داخل السياره لوحات رقميه للسياره داخل السياره، تقدر تكون هذيك الارقام اللي كتبان عليها حاليا ماشي هي ديالها، وتقدر تكون السياره اصلا مسروقه. تقدر تكون السياره هي مسروقه. هادي تكون عصابه مزوبه تبيع تجار. ولكن السؤال هي كيفاش وصلت لهنا؟ كيفاش هاد السياره وصلت لهاد البطاقه هادي؟ هادي البطاقه هادي هذا واحد الحي راقي، هذا حي راقي. كيفاش تشوفوا بهذا؟ هذا ولد السميم كيبغي يبان الكاميرا. الشرطه لوحات. انت تبان عليها من بربعة كاطع. الان كيف كتلاحظوا معنا جميع التلاوين، اجهزه الامنيه، الشرطه العلميه والتقنيه، الشرطه مكافحه المخدرات، الشرطه الدائره الموحدين اللي كتبع لها هذه المنطقه هذه، مما اثار استنفار كبير في الاجهزه الامنيه. هذا هو السؤال دابا اللي خصو يتطرح،
كيفاش هاد الناس هادو كيتاجروا بهاد المخدرات، مخدر الشيره بهاد الكميه كبيره، وكتوصل حتى لمنطقه الحي المحمدي، منطقه مدينه الدار البيضاء. يعني غنعرفوا ان الحشيش راه ما كيكونش في الدار البيضاء، ما كيكونش هنا. يعني كيفاش وصل لهاد البلاصه هادي، وما اثر حفيظات الناس ان مجهولين هما اللي جاوا اقتحموا هاد السياره هادي وفرقعوها وسرقوا منها عده اشياء اللي كتم المحجوز ديال غير بعض من الاكياس ديال مخدر الشيره. الان كتجي الديباناج باش تمشي السياره للمحجوزات فوريال. كانت مسروقه كما كتشوفوا معنا رجال الامن ضابط القضاء. حيدا واسع كتسرك العين على الكاميرا. الله السيارة هذه الأخ الزميل لقاو فيها لوحات رقمية أخرى، لأنهم هذو غيكونوا واحد العصابة مزعومة ديال التجارة في المخدرات والتزوير. والله يحفظ، يقدروا يكونوا كاع شي تاجروا في السيارات. الله أعلم، تقدر تكون عصابة ديال سرقة السيارات وكذلك التجارة في المخدرات. هذا مما يدعي لهذا الاستنفار الكبير اللي كتشوفوا ديال رجال الأمن بجميع التلاوين ديالها. أزيدا أشرف كنت لاحظوا تما كثير من البصمات في الباب. راه كيف كتلاحظوا معايا، يعني ماشي جوج لواحات، راه اكثر من جوج لواحات، يعني اربعه لواحات رقميه اللي تلقاوها اللي دابا تم الحجز ديالها. يعني كل مره كيتغيروا ليها الارقام ديالها كما لقاو الاوراق ديال السيارات. هادشي حقيقه والله الا كيخلع، يعني في الحي المحمدي في اقامه الموحدين كتلقى بحال هاد الامر هذا شويه صعيب شويه. اللي كيعرف هاد الحي هذا شيء من الهدوء والسكينه. كتلاحظوا معايا اربعه اللوحات رقميه، يعني كتبدل ماشي مره ماشي جوج كتبدل. دابا مديرين فيها الترقيم ديال الحي المحمدي، يعني اللي معروف الترقيم ديال الحي المحمدي هو 8 او 7. وكيف كنشوفوا تراقيم اخرى بيد الشرطه. شوف هذا كبير، كيفاش تشوف
جميع الاجهزه هي حاضره معنا هنايا. وصول هذا الحشيش الى منطقه امنه هي منطقه الموحدين، منطقه كتعرف واحد السكينه، كتعرف واحد الهدوء، ولكن هذه السياره اليوم هي عامره بالمخدرات. هذا الشيء اللي اثار واحد الضجه كبيره، كيف كتلاحظوا ان السكينه خارجه ومستغربه وما فاهماش شنو واقع. هذا الشيء في حقيقه كي يثير حافظة المشاهدين والساكنة. والسؤال مطروح ان هذه السيارة كيفاش وصلت هنايا، وهذا المجهول اللي جايين يسرقوا يعني عارفين شنو فيها، واين هما الاصحاب ديالها؟ يعني بزاف التساؤلات كتبين واحد الغموض كبير. كيف تلاحظوا معنا بقى الشرطة العلمية كتقوم بالبحث ديالها، متواصلة برفع البصمات ورفع الأدلة، يعني كتوقف على كل صغيرة وكبيرة، يعني أي دليل يقدر يوصلنا لهاد نقولوا العصابة الإجرامية، لأن السيارة فيها لوحات ترقيم أخرى، يعني جوج أخرين، يعني عندها دابا 6 لوحات ديال الترقيم، مما يؤكد هاد الاحتمالات اللي كنطرحوا. يعني كيف كتلاحظوا معايا ان الشرطه العلميه كتوقف على كل صغيره وكبيره، يعني حتى من القرعه ديال المناظر شنو كيشوفوا البصمات اللي عليها، يعني البصمات اللي تهزات، شكون اللي كان راكب فيها، شكون اللي كان سايق، يعني هادشي كامل كيوقفوا عليه، لان هذا امر صعيب وصعيب بزاف، وفي منطقه اللي كتعرف واحد السكينه والهدوء. هاد الشارع هذا راه كيكون دابا ثقيل فيه، يعني ما كيدوز فيه تواحد قليل، حي الناس ساكنين فيه، موظفين، ناس ثابتين. حتى كنتفاجئوا بهاد المعضله. في نظركم شنو الاشكاليه هذه في حد ذاتها؟ اشكاليه يجب طرحها. لا زال رجال الامن يتوافدون على هذه المنطقه. دابا جات واحد الفرقه خاصه بمراقبه الكاميرات من اجل تتبع الاثار ديال هذه السياره هذه، في انتظار هذه العلبه اللي تم اولا نقولوا الخنشه اللي تم الحجز ديالها باش يعرفوا ما بداخلها. كتلاحظوا معنا دابا المحجوز اللي كاين هو واحد الكرطونه اللي التصميم ديالها والتغليف ديالها كيف كنلاحظوا ديال جميع المحجوزات اللي كنشاهدوا في الاخبار ولا في البلاغات ديال المديريه العامه للامن الوطني، كيكونوا على هذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا معنا. لحد الساعه باقي ما تمش الفتح ديالها، خاصه تتم المعاينه ديالها ورفع البصمات من اجل تحقق الماده التي تحتويها. هذايا راه كاين رجال الامن اللي واقفين عليها وحارسينها، كتلاحظوا معنا
هادو رجال الامن ديال الدائره الموحدين، دائره الموحدين اللي كتبع عليها هذه المنطقه، هذه منطقه الموحدين، في انتظار فتح هاد نقولوا كرطونه خنشه ما عرفناش، يعني على الاقل راه كتحتوي على واحد 20 كيلو ولا 30 كيلو الا كان مخدر الشيره حقيقه. لا زالت الشرطة العلمية في البحث عن دليل أو لا ما يوصلهم إلى حقيقة هذه السيارة. كتلاحظوا معنا هنا يعني جميع التلاوين الأمنية حاضرة بقوة، يعني استنفار أمني كبير. انتظار فتح الكرتونة باش يعرفوا شنو فيها باش نتحققوا من هذه المسألة هذه. لحدود الساعة راه باقيين التحقيقات والبحث مستمر، يعني جميع المعلومات ربما تكون خاطئة وقد تكون صحيحة. إذا حنا في الاحتمالات الواردة اللي كنقولوا ديما أن الشرطة العلمية وشرطة مكافحة المخدرات والشرطة اللي كتبع لها المنطقة دائرة الموحدين كلهم حاضرين، وجميع الاحتمالات وجميع التأويل كتقول أنهم عصابة متجرة في المخدرات، يعني في مخدر شراء. صافي بقى حتى بادي بقى
عاون السلطه اللي ديما كيوقف على المسائل اللي كتعلق بهذه الدائره دائره الموحدين. تحيا رجال السلطه. الآن سيتم فتح العلبة. إذن هنا الشرطة العلمية كتوجه للمنطقة اللي كتواجد فيها هذيك الكرتونة أو هذيك الخنشة اللي كي محتمل أنها تكون مخدر شيرة. هنا واقيلا غيديو المخفر هي غتحل السياره هنا خاصها تحل باش يعرف الجوز باش شنو كاين. سير صاحبي سير سير. إذن سيتم صاحبي وصاحبي معنا اليوم نشوف تي في احنا راه كنا راه تزات هذيك الخير كارطون ضربوها في انا درت مونتاج ولا في فيديو صافي تشاجيك مازال كما نديري اللايف خاصك تكمل مع الجمهور وتبدا هما البطلات كاطا الجمهور الآن غننتقلوا للدائرة 36 موحدين لحي سيتم من فتح هذيك Thank you.
الآن يتم نقل المحجوز. كتلاحظوا معنا انها ثقيلة، يعني كيف قلنا على الاقل واحد 50 كيلو تقريبا ديال مخدر الشيرة. اذ ثبت الامر خليكم معنا، رجعوا لعين المكان من اجل تتبع جميع الاجراءات. يتم رفع السيارة انتظار التأكد من المعلومة الصحيحة. الآن الشرطة العلمية وشرطة مكافحة المخدرات كيلتحقوا بالدائرة الأمنية الموحدين من أجل تفحص هذيك المحجوز اللي هو عبارة عن خنشة ولا كرتونة كبيرة اللي لاحظتوا معنا في المباشر ثقيلة. إذا في انتظار المعلومات الصحيحة. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نترككم إلى مباشر آخر.